بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية جميعا. اليوم بإذن الله تعالى بنكمل محاضرة الفارماكوكيناتكس 4 واللي هي لكتشر 8. طبعا محاضرة كثير سهلة، ولكن للتوضيح من البداية، جميع الرسومات هي توضيحية فقط، المطلوب هو الديفينيشن زائد المعاني، تمام؟ فقط لا غير. الآن الدكتورة بداية المحاضرة يعني بصراحة سألت كثير أسئلة، أنا بدي أعتبرهم طبعا جميعهم مراجعة للداينامكس والكيناتكس كاملين. إن شاء الله طبعا راح أذكر لكم إياهم كاملين الآن، إشي ضفته على سلايد لأنه بحاجة، والإشي إن شاء الله لما أنا أحكي لكم تكتبوهم على ورقة وبتسجلوا إجاباتهم وبإذن الله خير. نبلش، بسم الله الرحمن الرحيم. أول إشي دكتورة حكت شو تعريفات الفارماكوديناميكس، ولازم نعرف في منها كل إشي. الآن زي ما احنا كنا عارفين إنه what the drug does to the body، تمام؟ هذا هو المين thing يعني، أو المين theme تبع الفارماكوديناميكس. يعني الديناميكس this deals with the action of drugs in living tissue, namely type or quality of action, quantitative aspect as well as the mechanism of action. يعني كله طريقة التفاعل وين بيشتغل، وبيشتغل طبعا على living tissue والquality وانه quantitative، كله هذا بتعرف من ضمن الديناميكس. وبرضو من ضمنهم اللي هي من ضمن الديناميكس هي الادفيرس افكتس والسيفتي للبادي تيشوز اور اورجانز اور سيستمز. والمين اورجان طبعا بنسميهم اللي which the drug acts on بنسميه التارجت اورجان اور تيشو، تمام. كمان حكت لنا عن الفارماكوكينيتكس، سالت عن تعريفاتهم. زي ما احنا عارفين definition examines movement of a drug over time throughout the body. وبرضو عندي شغلة ثانية برضو محاضرة الدكتور يوسف كان كاتبها what the body does to the drug، يعني خلص الدرج عمل شغله، الآن أنا الجسم كيف بده يتفاعل مع الدرج علشان يعمل له exertion، تمام. وهم عبارة عن أربع pathways اللي هم four pathways اللي هم administration, absorption, metabolism وexertion، تمام. برضو سألتنا الدكتورة سؤالين، قالت وهو قالت هي شددت عن انه اهم اشي ايش هو الروت اللي باخذ الدرج بوصل بنسبة 100% واللي هو اكيد ايش الاي في. وسألت كمان سؤال ليش الاورال ما بيوصل الاي في. طبعا الاورالي when drug is given orally, only part of the administered dose appears in plasma والبيو افيلابيلتي is less than 100%، وحكينا هي بتتراوح من 0 لحد 99%. ليش انه الاورال ما بوصل 100%؟ بسبب عوامل تكسيريه وراح نوضحها، يعني بصير له تكسير بروح الله يعينه، بصير معها كثير شغلات، فباذن الله في المحاضره راح نحكي ليش، تمام. حكت لنا برضو الدكتورة عن أهم إشي اللي هم types of ligand receptor interaction. حكت لنا عن full agonist اللي able to activate the receptor 100%، هذا أهم إشي بدنا نعرفه، وthe greatest efficacy، تمام. حكت لنا عن partial agonist do not activate the receptor truly causing responses partial compared to that the full agonist، زي ما حكينا من 0 لحد 100% مستحيل 100، ولكن من 0 يعني لحد 99.9 هذا بنسميه partial، تمام. وحكت لنا على الانتاغونست اللي هو بيثبط الريسبتور بيحجزه لحاله do not activate them بس ريسبتور بلوكج بيعمل لي، تمام. ما حكت عن الانفيرس اغونست، ولكن الانفيرس اغونست reduce the activity of the receptor by inhibiting their constitutive activity negative efficacy، انه بيحجز الريسبتور وبيشتغله بطريقه عكسيه، تمام. الان قبل ما نبلش بالمحاضره الفعليه اللي اعطتها الدكتوره، زي ما حكيت لكم الآن بدي أسأل كم سؤال وعلى خير إنه نعرف نجاوبهم. أول سؤال سألته الدكتورة طبعا من غير هذولاك، حكت شو هو هدف الميتابوليزم. طبعا يا جماعة هدف الميتابوليزم هو إنه يحول لي الأكتيف الإنأكتيف درج لأكتيف درج علشان يأخذ الأكشن تبعه بالجسم، ولما بده يصير له إكسيرشن بنحوله لإنأكتيف فورم، هذا المين جول، تمام. برضو إنه الميتابوليزم ممكن تعمل لي عن طريق فيز 1 وفيز 2 كونجيجيشن، او ممكن تعمل لي كونفرجن من لايبوفيليك ل بولر، هذول الرئيسيات واللي احنا اخذناهم. شو النت ريزلت للميتابوليزم؟ شو هو النت ريزلت يعني شو هي نهايه الميتابوليزم، يعني اخر شيء اخر شيء بقول لك تحويل من لايبوفيليك الى ووتر سوليبل مولكيولز، يعني الفور شو
تقول water soluble molecules hydrophilic أو polar. تمام، شو هي الحالات اللي بتستدعي إني ما أعطي oral؟ تمام، شو هي الحالات؟ بقول لك يعني مثلا anything wrong with the GIT مثل diarrhea, constipation, acidity تبعت الاستومك. وإذا الدواء ما بيكون ملائم وما بتحمل جميع التحطيمات اللي بمر فيها أي دواء بأخذه أنا عن طريق الأورال، يعني مثلا زي الأنسولين أنا ما بنفع أخذه لأنه راح يصير له تحطيمات وكثير أمور هسه راح نحكي عنها لاحقا بإذن الله، ولكن أنا مثلا بعطيه انتربريتونيال لأنه ما بتحمل الأنسولين التحطيمات اللي بتصير في الجي آي. تمام، دكتورة حكت إحنا في عنا انهيليشن، إحنا الأدوية اللي بنستنشقها زي مثلاً دواء الربو. طيب شو ميزتها؟ إحنا حكينا rapid onset تتفاعل بسرعة شديدة تعطي تأثير بسرعة شديدة، وحكت لنا برضو wide area، وزي ما حكينا كل ما كانت area of absorption أكبر كل ما كان absorption أعلى أكيد يعني بالفيسيو طبعاً أخذناها. تمام، برضو أعطتنا مثال الدكتور عن دواء اسمه نيتروفيلازيرين اللي هو سبلينجوال دراج فور انجينا للذبحه الصدريه، بنعطيه للدواء بنعطيه للبيشنت مباشره سبلينجوال. طب الان ليش انا مثلا يا مهند انا ليش طيب بعطي سبلينجوال؟ شو المميز اني احط تحت اللسان؟ بقول لك لانه السبلينجوال اريا از هاي فاسكولار بيرميابيليتي ان ذات اريا، في عندي انا كثير فاسكولار بيرميابيليتي في المنطقه هذيك عندي هاي، سو ذا دراج كان بي ابزوربد ايش كويكلي مباشره. طيب برضو عندي أنا عن طريق الركتل مثل التحميلات خاصة للبيبيز للأطفال. ليش ركتل؟ أنا بقول لك ليش، بقول لك لأنه better efficacy than the oral because it escapes in some pathways that would damage. يعني أنا الأورال مباشرة بطلع للإنتستنز مباشرة لما أنا أعطيه، عفوا لما أنا أعطيه ركتل مباشرة أنا بطلع للإنتستنز وبصير له absorption، ما مر بالليفر ما مر بالستومك ما مر بالليفر وصار له تكسيرات الدكتورة ببساطة حكت انه بفوت على الانتستنز وبصير له مباشر ابزوربشن، ما بمر بنفس مراحل التدمير اللي بتصير لما انا اخذها اورال، معناته الافيكاسي تبعتها اعلى. also direct absorption زي ما حكينا from the intestine. تمام، الان بنبلش بالمحاضرة الفعلية. الفارماكوكيناتيك زي ما حكينا تتعامل مع الدوسج والبلازما كونسنتريشن، هاي صب اهتمامها انه انا قديش عندي دوز انا قديش عندي بلازما كونسنتريشن. الفارماكودينامكس بتتعامل اهم شيء انا عندي بالايش بالافكتس والاكشن اوف سايت اوف اكشن، وين انا بدي اودي الدواء انا راح يعطيني افكت او لا، هاي هي المين جول تبع الفارماكودينامكس. طبعا السلايد هذا يا الله تكرر 3 مرات بالمحاضره عندنا، مش عارف ليش كل مره الدكتوره شرحته اول مره بعدين تصير تقول خلاص اخذناه خلاص اخذناه، مش عارف ليش مكرريته. طيب تمام، سب ثيرابوتيك، شو هو السب ثيرابوتيك؟ بس علشان نعرف مباشره قبل ما نبلش شرح بنقول لك نوت وركينج ان سام بيبل، يعني الدواء مش عند الكل بزبط، علشان هيك انا عندي مش الكل ما بوصل دائما الثيرابوتيك رينج زي ما انتم ملاحظين، مهما طلعت أنا بالدوز مش راح أوصل لكل الدنيا ثيرابوتيك رينج. تمام، ثيرابوتيك رينج أنا كل ما زي ما أنتم شايفين أنا عليت بالدوز شوي أنا بوصل لجروب اوف بيبل أعلى قاعدين بيعطوني إيش ثيرابوتيك رينج، ولكن بنفس الوقت أنا إذا عليت كثير بصير عندي معي إيش أوفر دوز، فبالتالي بوصل أنا إيش توكسيك رينج. فإحنا لهيك عندي مثلا زي ما أقول لك يعني كيف أقول لك، يعني مثلا أنا عندي ها طلع من 5 لحد وين؟ لحد يمكن 6.8 هاي الثيرابوتيك رينج، هاي الثيرابوتيك ويندو لو ملاحظين، هاي الدوس مثلا ملي جرام، لنفترض انه الدوس عبارة عن ملي جرام، فبقول لك من 5 ملي جرام لغاية مثلا 6.8 ملي جرام هي الثيرابوتيك ويندو لموست اوف بيبول، يعني الافرج موست اوف بيبول. تمام؟ تمام. ديسبوزيشن اوف دراجز. طيب الآن تبعوا معي، شايفين الرسمة هاي؟ انت بتقول وال مهند شوي بتعجق، لا بقول لك لا ايزي تيك ايزي. انجشن عن طريق الاورال، تمام هيو ها بنبلش شرح هون انجشن. تمام، وين بفوت؟ الجاسترونتستينال تراكت زي ما حكينا استومك انتستين الى اخره. هسه الجاسترونتستينال تراكت تمام وين بروح؟ بورتال بلاد، بصير الليمف بلاد اند ليمف من البورتال وين بروح؟ للليفر،
ومن الليفر وين برجع للبلد لينف علشان ايش يعمل لي على السيستماتيك سيركيليشن. تمام اخذنا هاي. طيب انهيليشن، بقول لك الانهيليشن بروح لللنج مباشره للبلد اند لينف. تمام تمام. بتقول لي انترافينوس، انترافينوس مباشره، ما احنا ما بنعطيه اصلا في البلد سيركيليشن. تمام. الانترابيريتونيال مباشره بتروح للبلد اند لينف، ليش؟ لانه انا بعطيها في البطن، بطن هاي فاسكولار، هاي فاسكولاريتي اريا، فهي مباشره بتروح للبلد اند لينف، ولكن ممكن يعترض بطريقه شغلات علشان هيك مش 100% بتعطيني. تمام. سبكوتينوس نفس الاشي، نفس مبدا الانتربريتونيال. الانتراماسكولار نفس المبدا، الديرمال نفس المبدا، كله نفس المبدا. ليش مش 100%؟ طيب يا مهند، بما انه هي الرسمه بتقول لي مباشره بنروح للبلد الليمف. طيب دقيقه يا جماعه، لما انا اعطي الانتربريتوني انا بعطيها باي منطقه بالبطن؟ صح، بتقول لي صح. طب هل انا بالضبط راح اعطيها على الشريان، على الوريد؟ تقول لي لا. بقول لك طيب كيف نفس الاشي؟ انا هذيك غزيتها مباشره للانترافينس. تقول لي اه يعني هو بنتقل في التيشوز لحد ما يوصل للبلد لينف. بقول لك 100%. تمام. الان عمليات ايش؟ الاكسيرشن. هذا كله اللي فوق، ها يا جماعه، هذا كله هيك اللي فوق. طبعا هذول مشتركات الليفر، هذول هيك كله اللي فوق، هذا هيك كله، ها بنقول فيه زي هيك. هذا الادمنستريشن مباشره لما انا اخذ الدواء. تمام تمام. بقول لك الان انا بدي اعمل اكسيرشن، خلاص انا بدي اطلع برا الجسم، اعمل لي. بقول لك بلاد انلف بيروح، اذا بدي اطلع عن طريق الفيسز او بدي اطلع عن طريق اليورين، شو بدي اعمل؟ وهذول المطلوبين معانا واللنج الدكتوره شرحت اليوم. بقول لك شو بده يصير؟ بقول لك بروح على البورتال بلاد، بروح على الليفر، بعديها بنزل للبايل، بعدين قص انتستينال تراكت بوديه للانتستين، بصير بروح بتحول ايش؟ لبرازة جلكم الله. تمام. من الليمف، ليفر، بايل، كاسونتستينال تراكت، فيسس. تمام 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 يا مهند. بقول لك طيب واذا بدي اياه يروح للكدني؟ بقول لك البلد ليمف بروح ايش حكينا؟ للليفر، بعدين برجع للبلد ليمف، بعدين للكدني، بلادر، يورين. تمام. ليش؟ طب ليش يا مهند ليش ما بنزل دايركت على الكدني؟ بقول لك لانه في بعض ادويه بده يصير لها ان اكتيفيشن، بده يصير لها ميتابوليزم. طب وين عمليات الميتابوليزم بتصير؟ بقول لك بالليفر. طب اعطيني مثال يا مهند. بقول لك مصح في اللايبوفيليك دراجز اللي بيصير لها اسكيب في الديستال تيوب واللي بنعمل لها فيز 1 وفيز 2. بتقول لي ايوه فهمت عليك، اكيد فهمت علي. تمام. بلاد اند ليمف، لانج عن طريق الاكزيليشن، اكسبايرد اير، الفيولي، اكسبايرد اير، هذول اللي احنا المطلوبين معانا. الدكتوره ما جابت سيره هذول نهائيا، ف اظن سكيب اظن. تمام. لوكس. طيب انا عندي عمليتين، عندي ابزوربشن، عندي اكسيرشن، هذول العمليات الرئيسيات، ولكن بينهم في ديتيلز كثيره، صح ولا لا؟ تمام. بقول لك الابزوربشن، طيب انا فات على الجسم ايش؟ فري دراج. بقول لك صح. طيب ان بروح باوند دراج. طب باوند دراج وين؟ بس سيستماتيك سيركيوليشن. طب شو باوند؟ بالالبومين. طب وين الالبومين موجود؟ بقول لك وين؟ في البلازما. تمام. بصير البايو ترانسفورميشن اللي راح نحكي عنها كمان شوي. طيب يعني بكير عليها، بس انه نعرف انه وين بتصير في سيستماتيك سيركيوليشن، في البلازما و و و الى اخره، يعني من طريقها بتوديها، مش بصير بالدم لانه كمان شوي بنحكي عنها، فما نستبق الامور، ما نستعجل. طيب بقول لك ممكن برضه يكون فري او باوند في التشيو. اذا كان فري معناته قاعد بيشتغل شغله، اذا كان باوند معناته قاعد على الاحتياط، كرسي الاحتياط، اول ما يخلص الفري بروح ببدل مكانه. تمام تمام. في الريسبتور بقول لك يا اما فري انه قاعد بيستنى ريسبتور يفضى علشان يرتبط فيه، او بقول لك باوند، باوند وذ هوم؟ بقول لك وذ ذا ريسبتور. تمام. بلازما كونسنتريشن versus time profile and single dose of drug ingested orally. بقول لك اخذناه، بلش يطلع وصل البيك. هاي ايش؟ هاي البيك، انه اكثر اشي موجود في البلد سيركيوليشن وقاعد بيعمل الايفكت تبعه، وبعدين ببلش ايش؟ اكيد يقل 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 لحد ما يطلع برا الجسم ويبطل عندي انا نهائيا ايش؟ يعني تايمر انترفالز. مثلا لنفترض انا اخذت الدواء على الساعه، مثلا هاي بقول لك مثلا على الساعه، بعد ساعه، بعد الساعة أنا إيش وصل؟ مثلا عفوا أنا أخذت الدواء. تمام. ساعة صفر أكيد أنا هسه أخذته. بقول لك مثلا والله بعد ساعتين الدواء وصل البيك تبعه، يعني كان ماكسيمم كونسنتريشن في البلد بلازما كان على الساعة، كان بعد ساعتين.
بقول لك طيب بعدين، بقول لك بعديها ببلش الدواء ينقص اكيد لما يوصل البيك، هاي طلع 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 طلع، بعدين ببلش ينزل اكيد، هاي لابد منها تمام. فاكيد انه اكيد في يعني له فتره معينه وبعديها يستهلك الدواء تمام. نفس الرسمه حكينا عنها، نفس الرسمه حكينا عنها البايو افيلابيليتي تمام. البايو افيلابيليتي فراكشن اوف ادمنستريتد دوز ريتشينج سيستماتيك سيركيليشن، هاي اخذناها من قبل جماعه، احنا اخذناها بس الدكتوره حبت تراجعنا علشان قبل ما هي تعطينا بتقول لك تمام. بقول لك فراكشن يعني كسر administrated dose reaching the systematic circulation. طب يعني البايو افيلابيليتي شو بتهم، شو اكثر شيء بهمها؟ بقول لك هي الادمنستريتد دوز اللي انا اخذتها اللي بهمها انا قديش وصل السيركيليشن عندي، قديش وصل السيستماتيك سيركيليشن. تقول لي طيب، بقول لك فور اي في 100% فيش مجال، يعني اكثر من هيك ما في مجال. طب بتقول لي طيب للنون اي في مثل انتربيريتونيال اورال سبكتينوس ديرمال وا 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 الى اخره، بقول لك من 0 ل 100 بس مش 100% مستحيل، ممكن 99.9 بس ناقص عشر، بقول لك لا مش 100% ما بعتبرها فول انا، يعني زي تيتول 99.9 وبقول لك 100% لا يا حبيبي كم 100 في 99.9 يعني يقضي على كامل الجراثيم. طب لا دقيقه في 99.9 الى اخره. اعطتني الدكتوره مثال او اعطتنا سوري ليدوكين. طيب شو هو الليدوكين؟ بقول لك البايو افيلابيليتي تبعته 35% ديو تو ديستركشن الجاستريك اسيد والليفر ميتابوليزم. يعني الدواء هذا انا لما اخذته بالاورال والله كنت ماخذ 100%، طيب يا زلمه وصل السيستماتيك سيركيليشن 35 كيف شو صار وين ضاع هرب؟ بقول لك لا، بقول لك لانه انا لما اخذ اورال في عده مناطق بصير للدواء ديستركشن، بصير له ديجراديشن، بصير له تدمير، راح المسكين اكل هواء وصل مهلوك، وصل بس 35% منه. طب تقول لي طيب مهند شو هم؟ بقول لك مثل الجاستريك اسيد في الوين، في الاستومك في الجاسترو، بقول لك برضه في الليفر ميتابوليزم. شو بنسمي العمليه هاي؟ بنسميها فيرست باس افكت. شو بنسميها؟ فيرست باس افكت. هاي هاي الروتس اللي بتدمر كل هالدستراكشنز، بقول لك هاي الدوز تمام تمام تمام. اول وحده ديسترويد ان ذا جات، بتدمر وين؟ في الجات. ثاني واحدة not absorbed، في إشي ضاع، في إشي راح مات أكل هوا، بقول لك destroyed by the gut wall كمان ممكن يصير. طيب بتقول لي إيش كمان؟ بقول لك destroyed by the liver كمان. يلا روح أي واقفة بس بتقول لك الجت والجت wall أنتوا أحسن مني، لا يا حبيبي تعال أنا بدمرك يا الليفر. to systematic circulation بالنهاية تمام principle. بس أنوه لشغلي هنا تمام، لما يوصل الجت وول والانتستين والى اخره، الدكتوره حكت لنا شغله، حكت في بعض الادويه علشان ما تتدمر وين بالجاستريك اسيد، عفوا مش ورط السلايد هذا السلايد تمام. الجاستريك اسيد في بعض الادويه مصح حكينا انه بصير لها تحطيم، هسه في شيء اسمه انتركوتد دراج، يعني الدراج بيكون كوتد. ليش شو يعني كوتد؟ يعني مغلف الدواء هذا. طب بشو مغلف؟ بقول لك بماده علشان تقاوم الجاستريك اسيد عشان ما تتدمر فيها. يعني انا مثلا اخذ الدواء، اثناء تصنيع هذا الدواء اكتشفت انه 50% بتحطم بالجاستريك اسيد. طيب انا كيف بدي اقلل النسبه هاي؟ كيف ما بدي اياه يتحطم يوصل باعلى درجه ممكنه تبعون الاورال؟ بقول لك بسيطه، بعمل له انتر كوتد، يعني the drug is coated in the intestine. طب بتقول لي طب كيف بدي يصير له هذا ابزوربشن؟ هذا بوصل للانتستين بضل كوتد؟ بقول لك لا، في الدواء انه ميكانيزم معينه لما يوصل الانتستين بصير له انكوتد، بصير يعني انكوتيشن، بصير ايش الدواء غير مغلف بهاي الحاله. تقول لي ايوه تمام 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 100% تمام. البرنسيبل فور دراكس تيكن باي روتس اذر ذان الاي في روت، الاكستنت اوف ابزوربشن اند ذا بايو افيلابيليتي ماست بي اندرستود ان اوردر تو ديتيرمين وات دوز ويل اندوس ذا ديزاير ثيرابوتيك افكت. بيقول لك يعني انت يا طبيب، انت يا صيدلاني، لما بدك تعطي هذا الدواء مش اي في يعني 100% بدك تعرف انه الريت اوف ابزوربشن بدك تعرفه. يعني انا مثلا مش اعطي دواء يوصل للسيستماتيك سيركيوليشن 10% بس، ولا اعطي دواء يوصل ل 20%. طب هذول انا ممكن ما يعمل لي ايش ثيرابوتيك افكت ذا ديزايرد اللي انا بدي اياها، ممكن انا يدمر كله، تعرف ايش يعني؟ مثلا زي الانسولين،
انا اعطيته اورال خلاص دمر كامل، ولا راح يوصل ولا راح يعمل لي شيء، مش انه يعمل نتفي، لا ما راح يعمل شيء، تدمر 100% لانه الانسولين كانت سرفايف ان ذا جاستريك اسيد، بتدمر سريع. طيب انا شو اعمل؟ بقول لك انت لازم تفهم الريت اوف ابزوربشن تبع الدواء تبعك اللي انت قاعد تعمله، بتقول لي خلاص تمام مهند، معناته انا راح ادرس الريت اوف ابزوربشن قبل ما انا اعمل اي شيء بالدواء علشان اضمن انه يعطيني اعلى درجات ممكنه من الدواء لما اخذه اورال، وعشان ايش؟ يعطيني ديزايرد ثيرابوتيك افكت. بقول لك تمام خلاص الله معك الله يوفقك. طيب it will also explain why the same dose might cause a therapeutic effect by one route but a toxic or no effect by another. زي مثال الانسولين، الانسولين اذا اخذته اورال قلنا بتدمر ما بيعطيني ديزايرد، بس ولكن اذا اخذته انتربريتونيال بيعطيني ديزايرد. طيب ممكن بعض ادويه اذا انا اخذتها مثلا ما بعرف اذا المثال صحيح ولكن مثال للفهم، هسه ممكن انا اذا حطيت مثلا كريم مرطب بشره، كريم اشي هذا اويتمنت، اذا حطيته على الجلد بيعطيني ديزايرد صح؟ طيب اذا انا بلعته ممكن يعمل لي توكسيسيتي صح ولا لا؟ لانه انا اخذته بشكل نوت بلاند فور، يعني انا اخذته بشكل غلط صح ولا لا؟ فعلشان هيك ممكن يعطيني بعض الادويه توكسيك افكت اذا يعني مثلا انا قلت لك يا مهند حطه على الجلد، ليش بلعته دي؟ ليش 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 شربته يا زلمه؟ عرفتوا؟ فممكن يصير اللي توكسيك افكت. Drugs appear to distribute in the body as if it were a single compartment. هي بتتوزع بالجسم كانها ماشيه ملكه لحالها، واثق الخطوه يمشي ملكا يا جماعه، بيمشي لحاله. The magnitude of the drug's distribution is given by apparent volume distribution. بقول لك انها في عندي قانون يا جماعه، الفارما مش هيني. عندي انا قانون بحسب لي الفوليوم اوف ديستريبيوشن، قديش انا وصل او قديش وزع انا في السيستماتيك سيركيليشن. بقول لك طب شو القانون؟ تقول لي شو القانون؟ بقول لك الفي دي، الفي دي فوليوم اوف ديستريبيوشن. بقول لك اماونت اوف دراج ان ذا بودي على تقسيم كونسنتريشن البلازما، انا قديش اعطيت دراج في الادمنستريشن وقديش انا تركيزه في البلازما، تمام؟ هذا هو القانون. بقول لك apparent volume of distribution, volume into which a drug appears to distribute with a concentration equal to its plasma concentration. يعني أنا أكيد طبعاً بالمنطق إنه لما أنا أخذ دواء أكيد راح ترتفع البلازما concentration، معناته أنا أكيد إنه الدرج in the systematic circulation bound to the plasma bound to the albumin، تمام؟ ولكن ممكن أنا amount of drug in the body، ممكن أنا إشي مرتبط في البلازما إشي قاعد بيعمل لي الإفكت، free drug قاعد بيشتغل الإفكت تبعه. فهذا علشان هيك إحنا قاعدين بدنا نعرف قديش volume of distribution، أنا قديش وزعت. طب أنا بدي أعرف قديش في لسه في bound to the مثلا بلازما وقديش أنا أخذت، عرفنا؟ هاي المقارنة، أنا قديش موجود توزع بالجسم وأنا قديش مرتبط في البلازما لسه in active form، تمام؟ هذا السلايد دكتورة حكت لا تطلعوا عليه ببساطة والله. السلايد هذا أنا حطيت الإكس هذا، تمام؟ الإكس هذا مش إنه كيف أقول لكم تحفظوا الأرقام، الأرقام لا، الأرقام مش حفظ، دكتورة نوهت الأرقام مش مهمة مش للحفظ، بس افهم الديفينيشن تبع الإيش تبع الفي دي فوليوم أوف ديستريبيوشن، بس افهمه تمام. والأرقام هاي بيقول لك إنه والله سلفي سلفيدروكسكزول، صراحة الأسماء صعبة، قلت لكم يا جماعة والله الأسماء صعبة تبعت الفارما. بقول لك بكل لك ولا ما بقول لك، والله مش مطلوب الأرقام خلاص طنشوا مسؤوليتي. افهموا بس إنه شغلة واحدة زي ما الدكتورة طلبت، إنه أنا عندي amount of drug in the body تقسيم على concentration in plasma، هاي أهم إشي لازم تعرفوه. انسوا والله جد انسوا elimination of drugs from the body. انا عندي major عندي minor، انا عندي اشي كبير وش عندي انا صغير للeliminations. شو هم الكبار؟ الكدني liver. طب مهند الليفر ما بتطلع اشي برا الجسم؟ بقول لك لا، ولكن هي بتساعد بتعمل لي metabolism، والميتاب بعد ما يصير له metabolite وين بتوديني؟ secretion. secretion وين بروح؟ على الكدني عشان يعمل له ايش؟ exertion، تمام؟ الماينور ويز عن طريق اللنجز الى اكزاليشن زي ما حكينا، للانهاليشن دراجز مصحح الانهاليشن انا اخذته ادمنستريشن، طيب اذا بده يطلع برضه بعض الادويه تطلع عن طريق اللنجز
يعني كيف اقول لك، عن طريق الاكزاير دير. طيب المذر بقول لك اذرز، بقول لك عن طريق المذرز ميلك، سويت، سلايفا، ممكن يطلع عن طريق هذه الطرق. elimination by the kidney. تمام، قلنا الكدني ايش ميجور باثوي فور اكسيرشن. طيب عن طريق الجلوميلر فلتريشن، جلوميلر ستراكشر سايز كونسترينت، وبرضه بروتين بايندينج، هذول اللي بهمها انا. الستراكشر تبع اللي بدها تعمل له فلتريت، السايز هل هو كبير صغير، لانه اذا كبير ما راح يصير له فلتريشن، والبروتين بايندينج. تمام، تعتمد تيبولر ري ابزوربشن سيكريشن اسيديفيكيشن الكلانيزيشن، هل ممكن يصير له، بتعتمد على هاي الامور يعني. التيبولر طبعا ايش هنا، بما انه ري ابزوربشن معناته ايش، تستل صح ولا لا؟ سوري بكتب بصبعي كان ماهيش كده. active transport competitive saturable organic acid basis protein binding، هذا كله احنا اخذناه من قبل، كله اخذناه في محاضرة الفارماكوكينيتكس 3، اللي هو احنا حكينا انه علشان ما نضمن انه يصير اللي هروب بنعمل، وعلشان ينتقل بالدستال تيوب بدنا نعمل active transport، بدنا نعمل competitive حسب الافينيتي. الافينيتي اعلى تبعته هو اللي بوخ، هو اللي راح يصير له وينر للكومبيتيشن بين الدراجز. ساتشرابل كومبيتيتيف او ساتشرابل، هل هو مشبع الكاريرز. وبروتين بايندينج كله بتعتمد الميتابوليزم تبعت الكيدني ماينور. واسمعوا، بما انه ما انذكر لنا اشي عن الميتابوليزم تبع الكيدني، خلاص اكتفوا، لا تتعمقوا، لا تتوسعوا، you don't have to بصراحه. تمام، elimination by the liver، by the liver. تمام، metabolism major اكيد، هاي احنا حكيناها major الليفر. phase 1 and phase 2 reactions، طبعا انا كتبت لكم هاي، هاي طبعا مش مكتوبه بسلايد، لا تخافوا يعني، انا كتبتها بس علشان اعمل لكم refreshment سريع. phase 1 it's all about turning lipophilic into polar compounds. تمام، طبعا في او هنا، في او اني احول من هيدروفوبيك احولهم لهيدروفيليك، هاي هي معنى الفيز 1. تمام، عن طريق الاكسيديشن ريدكشن بلا 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 الى اخره. والفيز 2 عن طريق الكونجيجيشن، اللي هم اني اربطهم الخلايا، او عفوا مش خلايا، المركبات الادويه اللي بتحتوي على هيدروكسيد NH2 COH اللي بتحتوي عليهم، بربطهم مع مركبات جايدر. ايش بيعملوا لهم؟ بقول لهم بمسكوا بيديهم، بقول لهم يلا تعالوا معي، فيش تهربوا كمان مرة، أنا بطلعكم برا الجسم. تمام، الفانكشن تشيج الليبيد سوليبل انتو مور ووتر سوليبل موليكيول تو اكسيرت ان كيدني، زي ما حكينا انه أنا بحوله من ليبيد لووتر سوليبل علشان ايش، ما يهرب بالكيدني، عشان ما يصير له ري ابزوربشن واشوفك وين مهاجر. تمام، possibility of active metabolites with the same or different properties as parent molecule، زي ما حكينا اللي هي ايش، هاي phase 2، انه انا في عندي active metabolites قلنا اللي بتحتوي هيدروكسيد NH2 COH، هذول اللي بيحتووهم انا بربطهم مع شغلات ثانيه علشان يعمل ايش، يمسكوا مع بعض ويطلعوا الجوز برا الجسم. هاي الطريقه الوحيده، لانه انا فشل معي الوضع انه انا احولهم لووتر سوليبل، ما قدرت فبنتقل لفيز 2. بايلاري سيكريشن اكتيف ترانسبورت فور كاتيجوريز، اللي هي البايلاري اللي هي الحوصلة الصفراوية. تمام، ما اخذنا عنها اشي، معناته يا جماعة شو اللي بدنا نعرف، انه هي اكتيف ترانسبورت السيكريشن تبعها فور كاتيجوريز. شو بدنا نحكي، شو بدنا نحفظ، هذول. تمام، لا تتعمقوا، ممكن ناخذها لقدام، هل ممكن ممكن لا ما بنعرف، ولكن لا تتعمقوا، خلص التزموا بالسلايد يا جماعه، ما في تبييض، التبييض كله حكيته وبس. تمام، وهيك احنا هنا وقفنا، لا سوري ما وقفنا، انا بنتبه، توقعت انه على السلايدات بس علشان نزود. تمام، البايو ترانسفورميشن اللي حكينا عنها قبل. تمام، انا عندي جلوكورايد أسد هذا. تمام، بفوت على الليفر، بدنا نعمل له إيش، بايو ترانسفورميشن، بفوت على البايل. تمام، على الجول بلادر، بفوت عليها، بيصير له هيدروليسيس باي بيتا جلوكارونيديز. تمام، طبعا بكون في القط، نرجع نفوت نفهم الروت منيح، بكون بالقط، بورتال سيركوليشن، بفوت الليفر، المركب هذا اللي صار له بروديوس. تمام،
من الليفر بنتقل للجول بلادر، تمام؟ الجول بلادر بيصير له هيدروليسيس، بنتقل للبايل عن طريق الدكت، بعدها بروح للجت والى اخره، بعدين بصير له ايش اكسيرشن عن طريق ريكتال او كدني ريكتال، وبصير له ايش بخرج عن طريق ايش الفيسس، اجلكم والله. تمام، تكررت زقنا. تمام، influence in of variations in relative rates of absorption and elimination on plasma concentration of an orally administered what drug بلا بلا بلا. طيب جد الموضوع لا لما يعني يصير في تكرار زهق، صح؟ كوكو يعني كل هذا مفهوم من المحاضرات الماضيه. طيب ببساطه انا عندي دواء، تمام؟ الجراف بلازما كونسنتريشن والتايم، تمام؟ الابزوربشن والاليمينيشن زي ما حكينا في شيء اسمه بيك. الدواء هذا الفي دي تبعه كان واحد، تمام؟ هذا الفي دي تبعه 0.01، تمام؟ الان الدواء هذا وصل البيك تبعه العالي وطلع، معناته الدواء هذا ايش الافيكاسي تبعه اعلى، معناته هذا الابسوربشن كان تبعه احسن، صح ولا لا؟ والاليمينيشن كان ما بعرف اسرع ولا مش مطلوب الاليمينيشن، لانه بس بدنا نعرف انه البيك معناته افيكاسي اعلى، معناته كل ما انا قل الرقم عندي، كل ما كان انا فوليوم اوف ديستريبيوشن اقل، كل ما كان الافيكاسي تبعته اقل، كل ما كان يعني الدرج بيعاني قاعد هو لحد ما يصير له ابسوربشن وديستريبيوشن واذا ولاقي الريسبتور يعني بيعاني، كل ما كانت الفيدي قليلة، تمام؟ والدرج الثاني أقل والدرج الثاني أقل. فيعني أنا بصراحة قاعد يعني الرسمات غير مطلوبة، الدكتورة حكت هي غير مطلوبة، ما راح أجيب في الامتحان رسمات، فأنا بس لأجل الفهم قاعد بحكي لكم إياها هاي، تمام؟ بس علشان معلوماتكم تكون أحسن تثبت وأفضل. الإليمينيشن زيرو أوردر، constant rate of elimination irrespective of plasma concentration، أخذناها في محاضرات الفارماكوكيناتكس، حكينا شو يعني zero order. يعني أنا لما يكون عندي ال يعني at high dose، تذكر السلايدات، drug metabolism is zero order that is constant and independent from drug dose. يعني كل ما أنا يعني صار في عندي إشباع zero order، نتذكر شو يعني، يعني إله دخل بالإشباع، يعني أنا عندي الإنزيم is saturated by high free drug concentration، يعني أنا صار عندي constant، إشي ببدل إشي، إشي ببدل إشي ببدل، ببدلوا بعض. ليش؟ لأنه أنا عندي إشباع في الريت of elimination، في الريت في يعني مثلا بالليفر أنا عندي الإنزيمز اللي قاعدة بتكسر وبتعمل له inactivation، قاعدة مشغولة، أنا عندي كمية عالية، فأنا معناته إيش؟ الريت of elimination واللي بفصل عن plasma concentration constant، ثابت، لأنه أنا عندي إشباع. عرفنا ليش zero order؟ تمام. الفيرست اوردر ريت اوف اليمينيشن بروبورشنال تو بلازما كونسنتريشن، يعني بروبورشنال يعني هي انا عندي جراف هيك، تمام، لحد ما يوصل الكونستانت. هنا زيرو اوردر، هنا صار عندي اشباع بسبب ايش؟ هاي دوز. هنا لنفترض اذا كان كميه الدوز، تمام، وهنا التايم مثلا او اي شيء، تمام، انا كل ما كان انا عندي الدوز هنا اعلى، انا راح يوصل عندي ايش هنا constant zero order. ولكن اذا كان الدوز قليل، انا بصير عندي first order proportional to plasma concentration constant fraction of drug elimination per unit time. شو يعني constant fraction؟ بقول لك هي القانون rate of elimination يساوي k، الk constant fraction ضرب الamount، معناته انا عندي rate of elimination كل ما كبر الاماونت كل ما كبر الريت اوف اليمينيشن. اكيد يعني انا اذا اخذت 100 ملي جرام مثلا، معناته ان الريت اوف اليمينيشن راح يكون عندي عالي، ولكن اذا اخذت قليل مثلا 20 ملي جرام، معناته الريت اوف اليمينيشن راح يكون عندي قليل. وزي ما حكينا فيرست اوردر بروبورشنال، تمام، والزيرو اوردر كونستانت بسبب الاشباع. تمام التمام. الان السلايد هذا بالمحاضره الجايه ان شاء الله بناخذه. فهيك احنا خلصنا بإذن الله تعالى المحاضرة الأولى من هاي، فإن شاء الله تكون توفقنا إنه شرحنا لكم جميع التبييضات وحكينا لكم إياها وشرحنا لكم المحاضرة، فدمتم سالمين. وبتمنى المحاضرة هاي فيها توسعات، وبتمنى إنكم ما تتوسعوا علشان ما تعجقوا حالكم، يصير عندكم أسئلة فيصفي بدال ما إنه تزيدوا علم قاعدين بتضروا حالكم. فإن شاء الله خير، ونلقاكم بإذن الله في المحاضرة التاسعة يوم الأحد،
ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.